الخوارزميات هي التي تجعل الحياة مثيرة، والتغلب عليها هو ما يجعل الحياة ذات معنى. فالإنسان أحياناً يتمسك بالحياة من باب تحدي أعدائه الذين يتمنون له الموت، مؤمناً أن أعظم شيء يتفوق به الإنسان على كل ما في الوجود هو موهبة التحدي. أهلاً بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج مطبات عبر قناة إحنا تيفي، وإليكم أبرز مطبات حلقتنا: العنصرية، تهميش المرأة، مجتمع ضحية مجتمع، قصة تحدي. لنرحب بضيفتنا في الاستوديو السيدة عبور طه رزق. رمضان كريم. رمضان كريم. بدي أبلشك من مطبات الطفولة، بما أنه أنت سيدي إلها قصة تحدي، فبدي أبدأ من الطفولة، من تحديات الطفولة. كيف بتصفيها؟ حسن صبي بالضبط، هذا هيك كنت. يعني أنا من جيل صغير، أنا في عندي أخو أكبر مني، وبعد بسنة ونص أجيت أنا، وبعد بخمس سنين أجا أخوي الأصغر. فأنا كنت هيك فترة طويلة عمليا بين شباب. أولاد عمامي وأولاد جيراني أغلبيتهم شباب. فبدي ألعب، بدي ألعب وبدي أطلع على الحارة. وأنا إبو أبوي ما كان عندهن إنه لا أنت بنت العبي بالباربي، لا ما كانش عندي هذا الإشي. أنا كل طفولتي كانت بالحارة، فبما إنه فيها شباب أغلبيتها أولاد أطفال، فتقمصت شخصية حسن صبي. وحتى قصة شعري لسنين طويلة، يعني بتذكر يمكن للمرحلة الثانوية يمكن نصها هيك بلشت إنه أربي شعري وأحس أكثر إنه لا إنه أنت بنت. بس إنه أنا ربيت هيك. أنا مش بس كنت يعني حسن صبي واحدة من المجموعة، أنا كنت قائدة المافيا يسموني. بتذكر بسنين اللي يعني خلينا نقول بالمدرسة، بالمرحلة الابتدائية كان ملان من أولاد الحارة اللي هن أولاد صفي كمان، فكانوا يجوا يستنوا هيك بآخر النزل اللي عندنا في البيت، وكلهم بيستنوا عبين ما تيجي عبور وأطلع أنا هيك أطلع معهن. وبتذكر إنه كان في عنا بنات من العيلة الموسعة أكثر اللي كانوا موجودات، فإنه أهاليهم ما كانوا يحبوا إنه يلعبوا مع عبور لأنه عبور حسن صبي. يعني في يعني شكلت الطفولة شخصيتك؟ إلها أثر ولا خلص مرحلة؟ لا جدا. أنا خليني أقول هيك، يعني إذا بدي أحكي بالإشي اللي بناني بالأساس هن يعني أمي وأبوي. التنين الدنيا ما أعطتهن شو كانوا يحلموا، يعني أبوي كان حابب يطلع يتعلم بألمانيا، أمي كانت حابة تطلع تكمل تعليم، بس بهذاك الوقت ما أتاحت لهن الظروف، وجوزوهن بجيل صغير. أمي كانت 17-18، أبوي كان 22، فحسيت إنه كل إشي هن انحرموا منه هن أعطونا إياه إحنا بالأولاد. وكان يعني كان واضح لإلي إنه يعني أنت لكم وين بتيجي مع كل الدنيا. ما كنتش أحس ولا مرة إنه أنت بنت، أنت لا، ولا مرة كنت أحس أنت الصغيرة، أنت لا. ما كل الوقت كنت عايشة يعني كتير على راحتي، فربيت بهذا الجو. أنا كمان ربيت في بيت اللي هو بيت جبهوي، بيت حزبي، فأنا كنت مع أهلي من جيل صغير، بشارك في مظاهرات وبشارك في برامج عامة وبشارك في مهرجانات، وكنت أطلع أحكي. ومن جيل صغير يعني كمان وقفت على المسرح وأحكي وأعبر عن حالي، فشفت إنه إنه أنا حق أعبر عن حالي. فخلينا نحكي الطفولة هيئتك تكوني السيدة بهاي الشخصية القوية. ننتقل لمرحلة الجامعة، التعليم الأكاديمي. أكيد مرقتي خلال تعلمك في الجامعة بمطبات أو وبظروف، تحكي لنا عنها. أنا لما رحت على الجامعة كنت مرتبطة عاطفيا مع الإنسان اللي هو اليوم زوجي، وكنت ناشطة كمان، كنت ناشطة سياسيا ضمن جبهة الطلاب العرب. وبطبيعة الجو اللي أنا ربيت فيه إنه عندك إشي بتحكيه، في موقف لازم ناخده، في إشي غلط عم بيصير سياسيا لازم يكون في عنا موقف. فأنا أجيت بهاي الروح، أجيت كمان مع روح إنه إن كان شاب وإن كان صبية إحنا كلنا إخوة، فحديثي مع الشاب لا يعني إنه في إشي، وحديثي مع البنت كمان لا يعني إنه في إشي. بالنسبة لي كانت اثنين نفس الشيء.
فأنا بتذكر في السنة الأولى بالجامعة إنه كانوا يتصلوا مثل الناس بخطيبي إنه تعشوف عبور قاعدة مع شباب. شو يعني قاعدة مع شباب؟ كون يعني قاعدين على الدشة وبنص النهار وكذا. فكنت أستغرب إنه شو هالهبل، يعني إنه إيش عم بصير. لقدام أكثر لما انخرطت أكثر في العمل الجامعي كنا نساعد الطلاب وكنا نحاول نحصل لهم حقوق من الجامعة. فبتذكر في السنة الثالثة في الجامعة كانت فترة انتخابات وكنا ننتقل بين الغرف بين طلاب الجمعيين مجموعة اللي احنا نفوت على الغرف ونحكي ونقنع بتوجهنا. فكان كمان انه هاي من الشمال، يعني كنت انه هاي من الشمال يعني عادي انها تكون بالغرف. فبتسمع كلمات غريبة جدا، يعني انصدمت انا لما روحت غاد. طبعا رحت غاد، بس نوضح للمشاهدين وين غاد، ما ذكرتيش انه في القدس. يعني انصدمت لما كنت في الجامعه اللي هي وين الجامعه؟ الجامعه العبريه في القدس اللي هي طبعا بيجي عليها من كل المجتمع العربي، انه في هيك شباب وصبايا اللي بيكونوا موجودين بالجامعه اللي ممكن يحملوا هيك فكر. وكان إشي غريب انه انت متواضعه مش مبين انك من الناصري، يعني شو مفروض يكون؟ فبنات الناصري شايفات حالهن، بنات الناصري متكبرات، بنات الناصري مفكرات انه هن الليديز يعني والباقي لا. ف كثير وجهات نظر مختلفه واجهتها في الجامعه لما توسعت اكثر على 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 ابناء مجتمعنا في محلات ثانيه. يعني زي ما تقولي احنا لحد صف 12 احنا متقوقعين في بلداننا، كلنا كل واحد في بلده. الجامعه هو المحل اللي احنا بنلتقي مع بعض فيه كشعب، كابناء شعب واحد. فبتشوفي انه اشتغلت فتره التعليم بالجامعة؟ اشتغلت بفترة التعليم، وقعت في مطبات. وقعت في مطبات طبعا، وقعت في مطبات مع عرب ووقعت في مطبات مع يهود. إذا بنحكي المطبات اللي مع عرب، فات موضوع الشمال مقارنة مع القدس ومع الضفة، لأنه اشتغلت جرسون في فندق الجامعة اللي كنا نستضيف مناسبات، وانا كنت طبعا افوت على المطبخ عشان اخذ الاكل واطلع فيه للناس. فكنت اسمع هاي الجمل انه كيف ابوك قابل انك انت هيك تشتغلي، كيف خطيبك قابل انك هيك تشتغلي، اصلا انت اساسا ليش لازم تتعلمي. واسمع انتم بنات الشمال، يعني في كل محل لازم يكون احنا إشي، يعني لازم 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 يكون إشي. فكنت اسمع هذا الكلام كثير وكنت اتضايق كثير. مطباتي مع يهود في هذيك المرحلة، اشتغلت فترة في فندق الهيئة برضو في مطعم الفندق. بتذكر كانت في مسؤولة جديدة علي، هي جندية يهودية اللي شافت انه بما انه هاي عربية فبدها تطلع سمها فيي. فكتير مرات كانت تطلب منا أكثر من اللازم، كانت تحكي معي بطريقة مش حلوة، لحد ما مرة يعني طفح الكل زي ما بيحكوا، إنه إحنا خلصنا شغل وبآخر المناوبة اللي كان في غسيل كتير وإحنا كنا مكسمين إنه كل مرة على حدا، فكان مفروض هي اللي تأخذه. فنادت علي وأنا كنت خلصت إني طالعة، يعني طالعة على الدرج وبدأ أروح. فبتحكي لي عبول بوتك خيطة كفيسايتخ، فانا هون يعني خلص يعني ما بزبط اكثر من هيك. فقلت لها مش دوري اليوم، دورك. فبتحكي لي اوكي على اليومين اطلق شو تخيزي، يعني بتحكي لك انه انت تساوي هذا الشيء. فانا ما قبلت، يعني بالاخر عندت انه انت راح تاخذيهن، اسا انت راح تاخذيهن. قلت لها لا انت واضح مش عارفه حالك مع مين علقاني، لا انا مش راح اخذهن اكيد. فعرفت ثاني يوم من اصدقائي العرب اللي موجودين انه بدهن يقيلوني، فروحت انا قدمت مكتوب استقاله انه مش مناسب لي اشتغل معكم. يعني تعرضت للعنصريه في مرحله التعليم، وكان في للعنصريه او للطائفيه كمان في هيك، يعني في مطب في حياتك ما بعد مرحله التعليم اذا بتحبي تحكي عنه. المطب الطائفي، شوفي انا اسمي عبور طه رزق. هلا طه هي عائله مسلمه، رزق المعروف في بلدنا هي عائلة مسيحية، ولكن أنا رزق زوجي هو مسلم، فأنا مسلمة ومتزوجة من مسلم. فبتذكر بالفترة
أقبلت على الزواج فيها، وأبوي طبعا عزم الجيران، فكان حديث إنه أنت يعني كيف هيك يعني قابل إنه بنتك راح تتجوز مسيحي، فكلنا بس هو مش مسيحي هو مسلم، فكانت هاي نظرة الاستغراب. بعدين لما طلعت أكثر على الحياة في مهامي كعاملة اجتماعية، أنا عاملة اجتماعية، وبعدين في مهامي أكثر كمديرة مركز جماهيري، وبعدين في موهبتي لأني فتحت محل تصميم اكسسوارات في بلدة معينة، كان هالقد التشديد بدهن يعرفوا إيش أنا ديانتك، إيش ديانتك. وأنا كنت دائما ما أقبل أفوت في هذا الباب، مع أنه أنا فخورة جدا أن أنا مسلم، يعني بالعكس هذا كل واحد على دينه الله يعينه زي ما بيحكوا، بس كان التعامل معي أنه لا معنيين يعرفوا إيش ديانتي، فكان صدمي لما يعرفوا أني مسلمة كمان مش عارفة ليه. وبهذا المطب مع اليهود تحديدا، ولليوم أنا بواجهه مع اليهود، حتى في المحل أنا موجودة فيه اليوم، أتلوني رأيت قدام كل أطلون رأيت عربية بخريزة بتاخ لما بس عربي تحكي أطلون رأيت مسلميت، أنا راح أترجم. أنا حبيت بالضبط أوصلها كيف تنحكى، لأنه ما بتطلع بلغة الشخص نفسه هي بتطلع لازعة، لأنه هي بتصل لداني لازعة بلغته، فكان التأكيد أنه أنت مش مبين عليك. أول إشي طبعا مش مبين عليك عربية إذا أنا مع يهود، وبعدين إذا أنت أكيد يعني مسيحية، فيعني وكأنه بدك يعني فكأنه بدهن يهونوا الصدمة عليهم. فكمان هذا مطب جدا مزعج. أنت نظرة دونية للعرب الإسلام؟ هو كل العرب دوني بالنسبة لكثير من المجتمع الإسرائيلي اليهودي، بس ما بقدر أشمل وأعمم، لأنه أنا عندي اليوم كثير أصدقاء في هذا المجتمع اللي هن لا ما بيشوفوا هذا الإشي، وأكثر لما بتعرف عليك أكثر عن قرب بيكون الإشي مختلف. بس العرب المسلم أكيد، والعرب المسلم البدوي بظن اكيد اكثر واكثر، فهن عندهم تقسيمات نظرتهم لنا دونيه. بحكي لهم فشرتوا كامل، واحنا بنقول الفشر اكيد يعني طبعا العكس، احنا من ارجي نفس شهوة. النظره بننظر لكم اياها احنا انا بظن بالاساس احنا لازم نحب حالنا احنا داخل نفسنا قبل ما عن جد نطلب من غيرنا يحبنا. يعني كمجتمع انت تطلع علينا اليوم، احنا في عنا اجلك تطلع الديانات، في عندك مسلم عندك مسيحي عندك درزي، كيف قسمتنا الدولة؟ احنا مجتمع مجزار، حتى يعني وسط عربي وسط درزي وسط بدوي، احنا منقسمين. واحنا كابلين للأسف، احنا كتير مرات نستعمل نفس اللغة مع نفسنا وكابلينها. احنا مش دوني، مش دون المستوى، احنا مش دون المستوى، احنا بنحاول نقسم بقدر ما احنا خضعنا للتقسيم اللي حطينا تحته. في اشي بسموه مصطلح تذويت، تذويت القمع، في مصطلح اسمه تذويت القمع، انك انت شو بيحكي معك القامع انت بتذوته بنفسك وبتصير تتعامل مع الاخرين من هذا المحل. فاحنا احنا عندنا هذا التذويت، مع انه كمان بالضبط هذا كنت بدي احكيه، مع انه اليوم كمان في كثير، مش بس اليوم كل الوقت، في دائما الناس اللي عندهم عزة نفس، وانا هدول الناس اللي بتشبث فيهن، ولهذا الاشي انا حاولت كمان بوظيفتي كمديرة مركز جماهيري انه على هذا المحل اركز. قبل ما نحكي على وظيفتك بالمركز الجماهيري، خلينا نحكي على انت طبعا تعلمت في التعليم الاكاديمي وكنت عاملة اجتماعية. بدي اسألك سؤال، هل من خلال عملك لمست انه احنا عندنا مجتمع، المجتمع ضحيته المجتمع؟ يعني اليوم احنا بنحكي في عنا مجتمع، ولكن الابناء اللي هن بتربوا على ايد هذا المجتمع هو المجتمع اللي احنا بيكون عنا امل انه يكون البديل، انه افضل. فهل عنا احنا مجتمع بيكون ضحيته مجتمع لانه تربى على ايديه؟ يعني عنا بحاجة لنفض مجتمعنا؟ هل في عنا احداث انت تعاملتي معها اللي بتحسي فيها انه شو سيرورة حياة الام لازم تعيش بنتها وما كمسار حياة، انه عادي باخذوا الامور؟ الانسان كانسان هو ربنا خلقه كشيء مستقل ومرتبط بنفس الوقت. يعني في اشياء بتخلق معك وفي اشياء انت بتتعلميها من البيئة المحيطة، ولكن الشيء اللي انا بعتقد انه لا شك فيه انه في مرحلة معينة في عليك مسؤولية، تاخذي مسؤوليه على نفسك. ما بنفع اقول انا اهل هيك معناته انا هيك،
ما بنفع. بس البيئة الناشئة أو الحاضنة، يعني اليوم أنا في بيئة تربيت على أسس معينة، لو اليوم بتوديني على الصين، هاي الأسس اللي تأسست عليها مستحيل أبدلها، لأنه هاي البيئة. يعني أنا اليوم حدا مستحيل أكون أتقبل أنه أكون حدا خاضع، لأنه تربيت ما أخضعش مثلا. فصعب اليوم تيجي صبية تربت أنه ممنوع تسمعي صوتها، تيجي تقول لك مثلا بدي أحكي، ما هي كم صوت كتم صوتها، كم إيد كتمت صوتها. فالبيئة، هل أنت كعاملة اجتماعية لمستي أنه البيئة اليوم فيش مجال نعمل انتشال أو غربلة البيئة؟ خلص، إذا الأم تربت على تعنيف أنها معنفة، فعاد أنه بنتها تتعنف. إذا الأم تعرضت لاعتداءات في صغرها، أو في ما بعرف شو، ممكن الإشي تكون اعتدت، حدا اعتدى عليها، فعادي أنه بنتها الإشي يصير معها. يعني هل الأهالي أنه المصاري اللي هني مركوا فيه بحياتهم يتقبلوه على أولادهم؟ أنا مش زي أمي، مع أنه هي ربطني بطريقة معينة، وأنت مش زي أمك أكيد، وأمي مش زي أمها، ولكن فينا خصال منهم، فينا كتير. هذا اللي عم بحكيه، احنا بناخذ من بيئتنا كتير، بناخذ من البيئة مش شوي. بس في شغلات، وانت انت بتاخذي مسؤولية لما انت بيكون في عندك من جوا قناعة، وعندك الإمكانية كمان. مرات بكون عندك قناعة، ما عندك إمكانية، بيكون في عندك قناعة انه انا اللي عم بعيشه مش كتير حبيبته، بدي يكون اشي تاني. عشان هيك بتلاقي مرات في بيوت قامعة جدا بيطلع شخص، شاب او فتاة، متمردين جدا. وبطلع بالعكس، بيكون قامع بضل مقموع ويقمع ابنه. ففي نوع من المسؤولية، لأنه إذا أنا بقرر أنه أنصل الإنسان من مسؤولية مستقبله وحاضره، معناته إحنا عايش بنتحاسب حتى دينيا. طب ما هي البيئة والتربية هي بتكون شخصية الإنسان. مش بس في البيئة، في التربية، في ميولك أنت، شو أنت أشياء معينة بتحبيها، في نظرتك انت للمستقبل، اشي كنت تحبي تكونيه وما صح لك، فانت بتحلمي انه تصلي. هاي هون في شغلات إلها علاقة فيك، في عندك خيار، انت في عندك خيار. انا كعبور ما بقبل المبدأ اللي بقول انه انا مسير للآخر، او انا ما فيش عندي خيار. بالضبط، الانسان مخير. انا حتى باخذها من القناعه الدينيه، الانسان مخير، ولذلك هو بيتم عمليا ربنا بيحسبه. والايه واضحه وصريحه، واهديناهم النجدين، النجدين طريق الخير وطريق الشر. اذا ربنا بقول يعني، وانا يعني إيه، انا انت عززتي شيء انا بعرفه دينيا ومجتمعيا. ما هو عاده بالعادات والتقاليد، ما هي يعني حتى مسودي سمعة الدين. يعني في بالعادات والتقاليد مثلا في الدين مسموح البنت تتعلم، ويعني طبعا احنا اليوم في شوي بيقولوها تحرروا، انه بطلوا كتير انه البنت ممنوع تتعلم، بنت ممنوع تطلع من البيت. ولكن في بالدين انه بالعكس، ما اول آية عندنا احنا الاسلام اقرأ. صحيح، فما جاش يعني اقرأ لمين يقرأ، يعني احنا ما حدد. صح، حدد للانسان. صح، يعني وما كان ممنوع على زوجات الرسول انه يتعلموا الاحاديث والقران، فكان التعليم عشان هيك. وانت الخرق بيصير للعادات اللي احنا عم نحكي عنها، لما بكون في الشخص عنده النيه من جوا، مرات الامكانيات بتيجي من نفسه، هو يعني بقرر انه ينقطع عن الماضي وينطلق لحاله. فكتير منه بتلاقي انه في كتير مثلا طلاب اللي بيطلعوا بيرجعوش مثلا، ليه؟ لانه بدوش يرجع على البيئة اللي هو حاسس انه هي عم تقمعه او مش عم بتعطيه مجاله. بينما في كمان بيوت اللي هي يعني مثلا، خلينا اقول امي قمعت في محل معين انه ما خلوها تكمل تعليم، بس هي ما قمعتني، العكس، هي النقص اللي هي عانت منه اعطتني اياه. هاي شريحة، وفي شريحة اللي بتتبناه. يعني فعشان هيك انا بعتقد انه هذا الخيار، امي اختارت انه ما تقمعني، أمي اختارت إنه ما تقمعني، ما حدا أجا قالها تقمعي. ممكن كمان البيئة اللي أمك انتقلت عليها ساعدت؟ أبوي كمان بهذا الفكر. يعني لو أمك، خلينا نيجي نحكي، كانت بنفس البيئة اللي تربت هي فيها، يمكن يكون الإشي شوي. بحس مع أمي تحديدا مش كتير الإشي صحيح، لأنه أمي قارئة جدا ومثقفة جدا، يعني ما بظن، يعني ما بدي أحط عزيمتي زي ما بيحكوا، بس أعتقد إنها مركت 3 أو 4000 كتاب. فما بينفع حدا يجي كلها
شو تربى يعني عمليا بتاعتي. كل شريحه من المجتمع هي اللي بتختار سيروره حياتها، مش انه المجتمع هو يسحق يعني في تاثير لكل شيء. يعني في عن جد في ايش اخذنا، في ايش ربينا، وفي احنا مسؤوليتنا على نفسنا. يعني طيب انت اخذتنا مسؤوليه على نفسنا، انت كنت في مشروع مرشده، في مشروع او مواجهه عفوا، في مشروع مدينه بلا عنف. صحيح، مدينه بلا عنف. احنا اليوم عايشين في، خلينا نجي نحكي، كابوس العنف. ليه ما كان في هال يعني بحكوا دائما كل خطوه بيكون لها اثر بعيد، ليه ما كان لهذا البرنامج اثر على ايامنا هاي؟ وهل تكلل البرنامج في حينه بالنجاح ام اساسا هو ما نجح؟ يعني وصفي لنا البرنامج وحسيتي كيف تاثرتي منه. كثير عن جد، لانه كان في عنا فرصه ذهبيه انه عن جد نعمل شيء. هسه بحكي انا عن مجتمعنا، نحكي على القمع، المجتمع الذي يقمع مجتمع. يسحق. برنامج مدينه بلا عنف هو كان برنامج بالتعاون بين عده وزارات، بس كان مركز في وزاره الداخليه. انا في العام 2014 تم ضمي لهذا البرنامج كمستشاره جماهيريه ل 21 بلد عربيه. هلا هاي الوظيفه مدينه بلا عنف ما حكوا قسم بلا عنف، قسم في المجلس، ولا حكوا موظف بلا عنف، حكوا مدينه بلا عنف. يعني مفروض بالفكر السوي تبعنا انه هاي الوظيفه تقعد في مكتب رئيس المجلس، رئيس البلديه، ويعطي الشخص المناسب، يكون شخص هالقد عنده امكانيات مهنيه، امكانيات فكريه، امكانيات حتى سياسيه لمحاوره كل المجموعات الموجوده داخل بلده. سياسي مش بمعنى الحزب السياسي، بمعنى تكون مسيس كيف تقدر تجيب الكل لك لنفس المحل. لما هدول الوظائف، اول شيء اغلب مجالسنا بال21 بلد اللي انا كنت فيهن انحطت وظيفه ضمن قسم معين، مش تحت مكتب رئيس البلديه او رئيس المجلس نفسه. كثير في المحلات شوي احسن كان انه في مكتب مدير عام المجلس او البلديه، السلطه خلينا نحكي. والناس اللي تم اختيارهم لهي الوظائف، جزء منيح، جزء كان عن جد منيح، بس جزءهم مش مناسب للوظيفه. تم اختيار ناس انه يقولوا على كل شيء، لرئيس المجلس، لمدير القسم، ما فيش عندهم قدرة على التحاور، ما فيش عندهم يعني حتى خبرة مهنية، ما جابوا ناس مع خبرة، أو مرات كانوا يعطوا الوظيفة كنص وظيفة لحدا معاه نص وظيفة تاني. فهاي وظيفة يا بتعطيها المحل الكبير تبعها وبتعطيها الصلاحية الكبيرة تبعتها، وكمان في غلط على الوزارات اللي وافقوا على الموضوع، وحتى على وزارة الداخلية. يعني كان مفروض يكون شرط لكم مين المفروض يكون بهاي الوظيفة، شو ويعني حسب ايش لازم يتم اختياره، وكان لازم يكون يعني عنده انه هذا بس بيكون في مكتب رئيس البلدي. هذا ما كان في بلداننا. طيب فبالتالي الوظيفه صغرت، يعني من شيء مدينه بلا عنف لصف انجك يعني مدير البرنامج يمون على الطاقم اللي عنده. طيب بدي من هون، يعني هيك انت عدمتي لنا، يعني مجرد انه نفكر انه المجتمع اليوم يكون بلا عنف، فلا ففشل فشل البرنامج، فشل تعاملنا معاه، مش فاحنا كمان اليوم في عنا فشل بالتعامل مع قضايا العنف. واضح، والا النتيجه بتكون غير. يعني أكيد. صبيه قبل بتموت في فراشها في بيتها مش عامله شيء. صحيح، ماتت. صحيح، ليه؟ رصاصه بالغلط. يعني شوفي لوين احنا صرنا. ما بقدر اقول هون احنا طلع بالذات موضوع العنف، احنا اصلا اليوم ما بنحكي عن موضوع عنف، اللي هو العنف يعني حتى وصلنا لمرحلة انه في كأنه عنف عادي وفي عنف الجريمي، اوكي؟ هو دائما كان، بس اليوم احنا اكثر العنف العادي صار عندنا في درجة جدا عالية. يعني اذا كان الاب يضرب ابنه فهو عم بضربه بطريقة أسوأ، واذا كان الام تقمع بنتها في عم تقمعها اكثر، او ابنها، او الاستاذ، او الطلاب مع بعض. اليوم شوفي ظواهر التنمر لوين عم بتجيب، ظواهر العنف وين عم بتجيب. هذا العنف المجتمعي. واليوم عندنا الجريمة اللي اليوم فاتت تقريبا في كتير مجالات في حياتنا. المسؤولية على الجريمة هي متوزعة في السلطة الأكبر، طبعا المسؤولية الكبرى اليوم على السلطة، لأنه أنا كعبور وأنت كنورة إحنا لا مش رح نقدر نفوت نلم سلاح. أكيد. وطبعا كل هاي حملات لم سلاح اللي عم بأرجونا، وكأنه لم سلاح
تطلع وحده الجيش كامله تطلع لك بالاخر بعشر بندقيات ولا بعرف شو برجع ببيعوهن او يعني. بمسكوا الشخص اللي بيشتري مش الشخص اللي ببيع. نفس الشيء بالمخدرات. لا هن الشخص اللي ببيع يعني انا بحكي على مسؤوليتي هن الشخص اللي ببيع مين اللي بيلتم لما انت مش ماسكوا عمليا اللي بيتاخذ من البيوت برجع بطريقه المخدرات والسلاح اللي بتلتم ترجع تنباع بطريقه او باخرى. فبتحس انهم في سياسه موجهه فلهيك يعني بدنا نقفز بالضبط. واحنا كمجتمع مدين ايدنا للسحق على الاخر صح. يعني انا لما بعرف شخص مجرم او شخص بعرف انه هو مؤذي منشاركهن افراحهن منشاركهن اطراحهن بالعكس معطيهن صدر البيت ان كان بالفرح وان كان بالطرح بنتعامل معهن. حكيتي على نقطة جوهرية في السابق هي التذويت. كل شيء حتى الجريمة بلشت تتذوت انه كنا زمان هو حدا قتل او صبية قتل يعني كان الاشي غريب. اليوم نحكي اعداد وارقام صار الاشي عن جد تذوت عنا. فلهيك بدي انا صحيح يعني انتقل هيك صار في عندك انت قفزه نوعيه في في مسارك المهني اللي انت من موجهه وعامله اجتماعيه اصبحت مديره المركز الجماهيري في يافا من الناصري ليافة الناصري. كيف حصلتي على يعني كيف تم اختيارك لهذه الوظيفه؟ كيف يعني وسطك قويه؟ وسطك قويه سالوني على هذا الموضوع. اول شيء انا اشتغلت في بلديه الناصري 18 سنه كعاملة اجتماعية جماهيرية. اشتغلت في عدة أحياء بالأساس في الحي الشرقي اللي هن أهلي وحارتي وحبايبي. اشتغلت في مع أهل بلدي كمان في حي المسلخ شوي بالصفاف شوي بالحي الغربي بس بالأساس كنت في الحي الشرقي. اشتغلت 18 سنة. في السنة الأخيرة من عملي اللي هي عمليا في سنة 2014 صرت أحس إنه مش عم بقدر أعطي برياحة لأنه صار للأسف تعرفي ما تفوت السياسة كيف فصار الإشي مش كتير مريح. فقلت أنا أهم إشي أكون أمينة لنفسي ومع حالي. أنا مش ممكن أعمل إشي يتخالف لا مع مبادئي ولا مع إنسانيتي ولا مع مهنيتي بالأساس مهنيتي. فبلشت أعمل المسار القبول لشركة المراكز الجماهيرية اللي بالعبراني الحفرة لمتناسم. عملت كل المسلول هو مسلول صعب جدا يعني وعملته بشكل سري تام بس كان زوجي مصطفى يعرف فيه. خلصت المسلول مرقته وحطيت القبول في جيبتي وضليتني في بلدية الناصري وحتى بجلسات مع مسؤولين كبار ومع أكبر المسؤولين في البلدية حاولت إنه شوي أعطوني أتنفس شوي أعطوني أشتغل كيف لازم. أنا بحب بلدي وأنا ما بدي أطلع من بلدي. فطبعا ال 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 التصريح انه ليش مين مانعك ليش مين مأثر عليك بينما بالواقع بالحق الاشي ما كان سهل وما كان مريح. فلما تواصلوا مع شركة المراكز الجماهيرية عدة مرات انه عبور تعالي في بلدان عم تطلب مدراء واحنا شايفينك مناسبة لبلد لهاي البلد. حاولت في بلد تم دعوتي لمقابلة في بلد معين. يعني انت عمليا اخذت مرقت المسلول وتم توظيفك. عمليا انت بتفوتي على مجمع المدراء اللي مرقوا المسلول بصيروا هن كل بلد بدها تفوت على شركة المراكز الجماهيرية تتوجه للشركة المراكز وبتطلب انه احنا بدنا مدير يفوت على ادارة المركز الجماهيري عندنا. بيعرضوا على رئيس المجلس عادة انه المفروض رئيس المجلس يكون موافق على الاختيار. بيعرضوا يعني شو بيعرضوا يعني بيكونوا بجلسات بقعدوا بشوفوا هل مناسب هذا المدير بتحسوا انه ممكن يناسب اهل البلد ممكن يكون في توافق بينه وبين المسؤولين ممكن يكون في توافق بينه وبين الجمعيات بين اهل البلد لانه الرئيس المجلس بيعرف البلد اكثر. فبالاخر انا تم التواصل معي من قبل مجلس محلي يافا سيد عمران كناني وبالتواصل مع شركة المراكز الجماهيرية. كان في جلسة أولى معاه وكان انطباعه جيد بس طبعا مش هو اللي بأخذ القرار. إدارة المركز الجماهيري اللي هو رئيس الإدارة غاد بس مفروض أنه كل الإدارة يوافقوا على الموضوع. يعني بالمختصر أنه مش من بواسطة من عمران دعوني وسألوني كتير وكانت جلسة طويلة كتير وبالآخر صوتت الإدارة على دخولي ليافا وهيك أنا فتت على يافا. هل لما فتت أنت على يافا يعني من الناصري أنت بنت الناصري وأنت في يافا كنت في يافا هل كان عندك أهداف حاطتيها بدك تشتغل عليها أو اشتغلت عليها؟ هل اليوم أنت ليش يعني شوفنا كان في تصريحات ما بينك وما بين يعني ما بين المجلس وما بين عبور
يعني كان في تصريحات اللي هي ايش انت، هن كانوا يحكوا انه انت اللي بدك تتركي، وانت كنت بالاخر انت صرحت انه لا، انه انت يعني زي ارغمتي على انك تتركي منصب الاداره. فبدك تجاوبينا على ليش هيك صار، وهل كان لك اهداف، هل عملتي منها جزء ما عملتيش، وهل تركتي بصمه في يافا؟ هاي انت بتقدر تقولي انت بنت يافا. على الجزء الاول على الاهداف، بقدر اقول هيك، انا بدي ارجع كمان لتربيتي، بنحكي قديش التربيه بتاثر. تربيت دائما على الانتماء، الانتماء لابناء مجتمعي، لابناء شعبي، لابناء بلدي، لابناء حارتي، لعائلتي، لاهلي، على الانتماء بكل الحلقات اللي انا موجود فيها، انتماء لهي الحلقات. فانا كان عندي انتماء ولا زال انتمائي قوي جدا لمدينه الناصره، لبلدي، جدا جدا جدا، وتواصلي مع الاحياء اللي اشتغلت فيها ومع الناس اللي اشتغلت فيها جدا ممتاز، وبظن ترك اثر طيب جدا. لما انتقلت على يافا شفت انه انا عبور، انت اليوم مش في بلدك، بس انت عندك حلقة انتماء تانية اللي هن ابناء مجتمعك اللي هن جيرانك. فمن اللحظة الاولى انا حسيت حالي، حطيت حالي انه انا بنت هاي البلد، والحلم اللي لازم يكون لهاي البلد تصل القمة، لانه يافا تستحق. وانا كل محل بحكي انه يافا تستحق، يافا بلد جدا طيبة، بلد جودة الناس فيها جدا عالية، وبلد احتضنتني واعطتني المجال انه امشي فيها قدما. بيافا كان قرار المجلس المحلي، وبظن قرار حكيم، فصل المتناس في اللغه العبريه، هو مركز تربوت نعرف سبورت، ثقافه، شباب ورياضه. في المجلس المحلي في يافا كان قرار من زمان فصل الرياضه والشبيبه، لانه صار في بالقانون لازم يفصلوهن عن الثقافي، وبظن انا هذا كان قرار حكيم لانه اعطاني مجال ابدع في عالم الثقافي، والناس تماشت مع هذا الموضوع، وصلنا لكل الاحياء. انا في السنتين الاولانيات، واستمر بعدين بس تحديدا بالسنتين الاولانيات. طب ليه قررتي تتركي؟ يعني انت عم تشرحي على اغلب شغلك في يافا، لما انت حدا عنده اهداف وبده يقدم ليافا، ليش طلع اكثر من مره واكثر من بريان انه انت عبور بتحضر حالها انه هي بدها تترك إدارة المركز؟ بس بدي أحكي بمختصر، أحلام اليافة كانت جدا كبيرة، حققنا منها أشياء كتير عظيمة وهي موجودة لحد اليوم، وهذا الأثر والانطباع اللي أنا بظن أنه تركته عند الناس. العمل الجماهيري اللي كان بشكل موسع، فما كان في برنامج إلا ينبنى بقرار ونقاش مع أهل البلد. اللي صار أنه طلب مني بشكل مباشر من قبل رئيس المجلس أنه احنا مش راح نقدر نكمل مع بعض، وانه احنا طلبنا، وكانت بجلسه رسميه مع المسؤول عني في شركه المركز الجماهيريه، انه عبور تطلع من اداره المركز الجماهيري. انا كان الشيء صادم جدا لإلي. طلب من مين؟ طلب رئيس المجلس من مديري في شركه المراكز الجماهيريه، انه احنا بدنا عبور تطلع من يافا. وبعدين بحديثي كمان مع إدارة المجلس كان واضح أنه هو قرار سياسي محض، بحجة أنه أنا لا أنتمي للخط السياسي اللي اليوم موجود في يافا، بحجة أنه أنت عم تشتغل أكثر سياسي، أنت عم تجيب برامج لا تتلائم مع أهل البلد، أنت في تنسيق سياسي بينك وبين الحزب اللي كان سابقا، شغلات ما في إلها ولا أي علاقة بالواقع. أنا عندي مبدأ سياسي، ما حدا بقدر يقول لي إيش أفكر، ولكن أنا مبدأ اللي أكثر بقودني في العمل مهنيتي ووطنيتي. وإذا في إنسان واحد بشكك بشغلتي، جائر جدا، أنا ما كنت جاهزة له، ما كنت بدي إياه، لأنه صراحة حلمي ليافا ما انتهى، كان في عندي حلم لإشي أكبر. صدمة جدا صعبة، كتير تضايقت، بكيت كتير، ما عرفت شو بدي أعمل مع حالي، إنه كيف يعني، كان عندي شعور إنه بنيت إشي مع طاقم صغير، بس كان هالقد منتمي لبلده، مع أهل بلد اللي هالقد حبيتهم وحبوني، مع أقسام المجلس كلها اللي كان هالقد تعاون رائع، إنه ما بستحق. أنا كنت بشعور إنه ما بستحق إنه أفوت في ما كانش صح إنه أفوت بهذا المحل. ف
وكان تعاطف كبير من البلد، وكان في كتبوا عرائض، وكان في جلسات، وكان في محاولات انه شو اللي عم بيصير هون، وكانه لازم كان في محاولات انه يكون تراجع عن القرار، ما كان في تراجع عن القرار. ف انا من اول ما نكل لهذا الحديث اللي هو كان بشهر 11 بال 2020 بلشت افكر كمان على بديل، انه انا في عندي كمان حياه وفي عندي بيت بعيله انا وزوجي من عيل العائله وبناتنا في الجامعه، فبلشت افكر في المحل الثاني اللي بدي اروح عليه، وبمساعده اصدقاء تقدمت لبرنامج مندل اللي انا اليوم موجوده فيه. وباللحظه اللي تم قبولي للبرنامج وافقت اني اخرج، لانه ما بقدر حدا يطلعني من وظيفتي من ناحيه قانونيه، ما بقدر حدا يجبرني اطلع، انا بقدر اضل، بس بقدر المجلس ياخذ قرار انه كل شركه المراكز الجماهيريه تطلع، ساعتها الشركه بتطلع، بس انا بضلني موجوده، ضل مديره المركز الجماهيري يافت النصر هي عبور. بس انا لما شفت انه صار في قلق وتوتر بالبلد، لانه ناس جدا تعاطفت معي، وهذا بيشمل موظفين وبيشمل مدراء اقسام وبيشمل من الاداره، كثير كان في تعاطف. بس لما انا شفت انه الاشي عم بصل حده، فانا وافقت اني اخرج من يافا، وكان الاتفاق انه اخرج ب 30/6 من عام 2021، يعني قبل 6 اشهر. وبجلسه مع رئيس المجلس كان في اتفاق كامل انه اكمل اشتغل عادي. لا يخفى طبعا بسنه الكورونا، بالسنه اللي قبلها، واحد من اسباب الاحتداد الخلاف انه كل الوقت كان الطاقم يتم اخراجه لاذن من غير راتب، وانا كنت احاول كل الوقت انه لا يكونوا، لانه المركز الجماهيري المفروض انه بالذات في وقت الازمات انه يقدم اكثر ما عنده لاهل البلد. فهذا اللي كان، وانا طلعت براس كثير مرفوع زي ما بيحكوا. ما قبلت انه يتم تكريمي من المجلس المحلي، وما كان في حديث انه لما تصلي لوقت انه تطلعي راح نكرمك بشكل كبير. انا طلبت انه انا مش بحاجه لتكريم، انا اللي بده يكرمني كان بقدر يكرمني وانا عنده يعني في التعامل. فالتكريم كان من الناس في يوم 30/6، كان يوم مؤثر جدا، كل الناس اللي بحبهم كانوا موجودين جوا وبرا. أنا حكيت كلمة وودعت فيها أهل البلد وتمنيت لهم كل الخير، وأنه أنا منتقلة للمرحلة الثانية، ولقيت حب كبير من أهل البلد، كان بكاء في القاعة وبريت القاعة، وظلت ناس تتصل فيي وتتواصل معي من جميع أطياف البلد. أما الإشي الرسمي أنه تكريم من المجلس المحلي ما كان، وأنا ما طلبته، وحتى لو كان فيه أنا ما كنت بدي إياه، يعني أنا مش بحاجة لتكريم، أنا عملت واجبي، يعني كنت مواجبة كمديري، وهذا اللي كان. طب اليوم إذا بدك توجهي كلمة لرئيس المجلس شو بتحكي له؟ بتمنى له كل الخير، بتمنى أنه يكون راضي عن قراره، لأنه اليوم كمان أنا يعني بهمني أأكد الصبية الأخت العزيزة الصديقة اللي فاتت اليوم، اللي هي موجودة عبير، والطاقم الغالي رائع، طاقم بجنن. الإشي مش عبور طلعت موجودة في محل تاني، مسؤولية كل يوم على البلد، إن كان مجلس، إن كان المركز الجماهيري، وعبير صديقتي، وإحنا في تواصل في شغلات مهنية لازم كمان بعد إحنا تترتب. اليوم هي ماسكة الموضوع بشكل كتير كبير، عم بتحافظ على الإنجازات الموجودة، عم بتطور الإنجازات، فأنا بتمنى لهم كل الخير، وبتمنى لسيد ماهر كل الخير. طيب بدي هيك باختصار، بدي هيك يعني تلخيص، كونك أنثى يعني مرقت في مراحل الحياة، المطبات اللي واجهتيها، كونك أنثى، كونك امرأة في منصب مديري، إيش أبرز المطبات اللي شفتيها؟ يعني هل كان الإشي استقبلوك ورحبوا فيك ودعموك، ولا لكونك أنثى وفي منصب إدارة كان في هنالك يعني وقعوك في مطبات؟ أعتقد إنه كوني امرأة، حتى بفضل أنا امرأة من أنثى، كوني امرأة بمحلات معينة بالذات وقت الأزمة، حسيت إنه ممكن يتم استغلال هذا الإشي للمس فيي وللإساءة لإلي. وكوني امرأة أنا بشوف حالي إنه عن جد بشوف حالي إنه امرأة غير عادية. أنا لما طلعت في بياني حتى الأخير، أنا كنتش عارفة إيش ممكن يكون بعد هيك، بس قلت عبور أنت لازم تكوني قد حالك، إذا أنت هالقد مقتنعة باللي عملتيه وباللي عم تعمليه
تكوني قد حالك. فكنت انا خايفه ايش بدها تكون النتائج، لانه حسيت انه كوني امراه غير عاديه ممكن انه يشكل نوع من القلق لاشخاص معينين، ممكن يرغبوا انهم يمسوا فيي في هذا المحل. وكان في محاوله يعني لاستضعافي خلينا نقول من هذا المحل. الامراه في منصب قيادي على فكره كوني كمان كعامله اجتماعيه جماهيريه تحديدا، لانه كان كل شغلي اغلب الوقت داخل الاحياء، كمان في محل انه شو هي عم كل الوقت بالحاره، كل الوقت بين البيوت، او بلكي عم بتحرض نسائنا، بلكي عم تعمل إشي غلط، بلكي عم بتضرنا. فباخذ معهم وقت عبين ما يعرفوك ويعرفوا بالضبط شو انت لا 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 يفتحوا الباب. اما من ناحيه الناس بشكل عام خلينا نقول بوظيفتي كمديره، الناس بالعكس بتحب بتحس انه يعني مديرة سيدة كانوا يقبلوا. أنا يعني كنت أحس حالي أصلاً أم لأغلب الأصغر مني وأخت للي أكبر مني، فكان بالعكس كان يعني بالذات عامل مشجع. أسألك كداش أسأل، أنت بتحكي وبتضحكي وكأنك مبسوطة بأنك تغلبتي على كل هاي المطبات، ولكن بالمقابل كم دمعة أو كداش يعني أثر فيكي كل هاي المطبات اللي مركت فيها؟ في هذا المثل بكل كتش على راسي صحيا كثير تضررت. يعني خلال كل سنين الضغط النفسي بالذات في منصب الإدارة هو ضغط نفسي غير عادي، لأنه أنت وكأنه بتحسي سوم بدي كمان مرة كونك امرأة أنه لازم تثبتي أنك أنت الأفضل، وبتحس حالك حتى بين المدراء الآخرين، المدراء الرجال بتحسيهم مرتاحين أكثر منا، المدير الست بتحسيها لا بدها تثبت حالها أكثر كونها في هذا المنصب. فالإشي بيسبب ضغط وبسبب قلق وبسبب صحيا كمان، مرت بفترات صحية مزعجة وكتير دموع، كتير 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 دموع. كداش حبك للثوب الفلسطيني وهوايتك إذا بتحب تحكي لنا عنها، كداش كانوا يخففوا عنك يعني؟ أول إشي الثوب الفلسطيني هو ذات، هو كيان. أنا اكتشفت حبي له أكثر لما صرت مديرة مركز، من أكثر من لما كنت عاملة اجتماعية، لأنه كنت عاملة اجتماعية أكثر لابسة بوت سبورت وبركض بين داخل الأحياء. لما كوني مديرة مركز جماهيري اللي كنت أكثر موجودة على المنصة، صرت أحس إنه هذا المحل لازم أنا أعطي فيه رسالة معينة. فجبت كتير أثواب فلسطينية، والإشي مش بس أنا والطاقم ومراحل معينة شفت إنه الإشي عم بنتقل كمان للأجيال الأصغر. فكتير في المناسبات اللي كانت تكون فيها فتشوفي إنه الثوب الفلسطيني ماخذ الحيز تبعه، لأنه هو هوية، لأنه أنت عم بتقول إنه أنا فلسطيني أو أنا فلسطينية فخورة. شوف الصورة هاي هاي قريب على لما خلصت، هاي بنتي كمان هون، هي لابسة ثوب اللي هني كمان بدبكوا فيه. عيلتي محمد ورغد وديمة، في أجمل من هيك؟ لا، بحس إنه لما بحس دائما حضورك مربوط في الثوب الفلسطيني، لما بكون داخل هذا الثوب بحس حالي غير شكل، بحس حالي مع عمود فقري ثابت هيك، بكون سعيدة عن جد. الإشي كتير بعطيني هواياتك. طبعا أنت هوايتك كانت مربوطة لأزمة بمطب العنصرية في أو خلينا نقول الطائفية في الدين، لأنه تسبب إغلاق محلك. في هوايتين، في هواية تصميم الإكسسوارات أكثر، اللي هي هاي كانت في مرحلة سابقة جدا بال 2007. أنا فتحت في منطقة اللي أنا رايحة على بلد ما بعرف شو التركيبة الطائفية فيها، وكل الوقت كمان طبعا كنت أنسأل على الاسم. فلما أجا رمضان الأول تم مقاطعتي من الجميع، من كل الطوائف. جميل. شر البلية ما يضحك. وعلى طائفة معينة إنه ليش أنت ما جيتيش فتحتي عنا، الطائفة الثانية إنه كيف الأساس بيجي تفتحي عنا. كمان موهبة عندك أو هيك؟ الموهبة الثانية هي المندلة. أنا ما في مجال نشوف صورين.
أنا ما برسم مندلة، أنا المضبوط هوايتي كانت بتلوين المندلة، وهي بلشت معي أكثر تبرز لما هاي سنة 2020، هي كانت يعني الأزمة حاد من إنه أنت عم يعني تتهربي من المطبات. بداية 2020 كانت هيك صعبة، 2019 كانت جدا جيدة، 2020 كانت صعبة، فصرت أهرب لتلوين المندلة وهاي الرسومات. وبالآخر عملنا قبل ما أطلع من المركز الجماهيري كان في معرض لكل المندلة اللي عملتها، فحسيت إنه أنا إشي هيك بريح، والألوان بتعطيني راحة، وحسب نفسيتي هيك بروح. بحب كتير ألوان الأزرق والتركيز، بحب كتير البوردو، بحب دمج الذهبي والفضي، فاستعملت هيك تقنيات كتير. اليوم عبور بالختام، كداش أنت راضية عن حالك ومستقبلا وين راح نشوفك إن شاء الله؟ وكلمة هيك للكل، لكل حدا كان شكل إنه أنت تكوني في مطب، ولكل هل في حدا ساندك في حياتك؟ طبعا طبعا، اول 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 شيء، طبعا اول شيء يعني جوزي مصطفى اللي هو حبيبي قبل ما يكون شريك حياتي، وهو كل الوقت كان معي. اولادي، دار عمي يعني دار حماي، هاي هنا عائلتي، فيش احلى من هيك. يحملك يعني. الله يخليكي. امي وابوي واخوتي كمان كثير، وملان ملان 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 عندي اصدقاء، ملان اصدقاء اللي هن يعني شكلوا دعم كبير. كلمة أخيرة اللي أنا بحب أوجهها، أنا إذا بدي أوجه كلمتي لكل الناس، لكل مجتمعنا، يا جماعة مجتمعنا خير، مجتمعنا ملان طيبة، ملان 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 أشياء حلوة. بلاش نضلنا نقتل بحالنا، بلاش نضلنا نجلد بذاتنا. خلينا نركز على الاشياء الحلوه اللي عندنا. وانا حتى توجه لقدام، انا اليوم موجوده في مدرسه مندل للقياده التربويه اللي هن عمليا بتبنوكي خلال سنتين. انا وصلت لهذا المحل، هي كانت سيروره الالاف بقدموا له، بالاخر هن بيختاروا 19 او 20 شخص، انا بفوجي احنا 19، انا العربيه الوحيده، فبحس كمان حمل غاد انه كل مركبات هويه اللي لسه حكينا عنها كامراه او كمسلمه وكفلسطينيه وكعربي، كله 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 موجود غاد بشكل كبير، وانا بحطه غاد، بحط كل ثقلي غاد حتى اعطي الوجه النير لمجتمعنا. وانا حتى برنامج اللي انا لسه عم بطوره غاد، انه تطوير برامج اللي تخلينا داخليا نعزز، نحب شو في عنا، نعرف شو الطاقات اللي عنا، نحب بلداننا، نحب الخير اللي موجود في بلداننا، الناس الموجوده في بلداننا، ايش عم تقترح علينا بلداننا من طبيعه من تاريخ، فنحب حالنا. وبعد هيك كمان انه انا بحب انه يكون في علاقات التواصل مع المجتمع اليهودي، لانه بالاخر احنا كلنا موجودين في مجتمع واحد كبير، لتعايش من محل انه ما تيجي تقول لي كيف بتحبني، يعني انا بحكي لك كيف انا، وحبيت تحبني حبيت ما حبيتش بنضلنا جيران واصحاب. بلكي عملوا لنا كتالوج نمشي حسبه يعني، بلكي. فانا لا، بقول انه احنا بنقدر نبني لنفسنا، حتى احنا بنقدر نبني لنفسنا كتالوج. احنا كان عندنا هن هدموا لنا اياه، هن واحنا، خلينا ناخذ مسؤوليه على حالنا كمان. المسؤوليه انا بقناعه ان هي تتوزع، هي مش على حدا واحد. بالاخر دافعين ثمن دافعين. بالاخر شكرا لك، شكرا لحضورك، انبسطت كثير فيكي عن جد، شكرا كثير على الدعوه. رمضان كريم. رمضان كريم، شكرا. كل عام والجميع بالف خير. وانت بالف خير. شكرا لك مجددا، شكرا لكم مشاهدينا. فعلا من الصعب هزيمه شخص لم يهزمه الياس من داخله، بامان الله.